اليوم عيد في المساجد بعدما كنا لرب الكون حزنا نبتهل من بعد صلوا في البيوت ووقعها اليوم حي على الصلاة فحيها قرت عيون المسلمين ببيته واستبشروا والدمع فاض من المقل واتوا جموعا خاشعين وكلهم يرجون فيض نواله أن ينهمل بتباعد صلوا الفروض تحرزا وغدا يقول إمامهم سد الخلل وغدا يرص الصف تجلى غمة فتوكلوا ما خاب عبد يتكل اليوم عيد في المساجد بعدما كنا لرب الكون حزنا نبتهل من بعد صلوا في البيوت ووقعها اليوم حي على الصلاة فحيها